عام وانت بخير. وانت بخير، اسعد الله ايامك جميع ان شاء الله، يا رب يحفظكم. تحياتي حب كبير لقناتكم. شكرا. كادر الله يحفظكم. الله يسلم. وانت بالف خير ست فاطمه الغاليه، سلامه الاهل الله يعزك، الشعب والشعب العراقي ان شاء الله كله بالف خير يا ربي يعزك. الله زين، تعال شويه يمي لان احنا ما مبينين بالكاميرا. امر تمام. فدول عيونك ما يمر عليك ظالم، انت هم شويه تعال. انا ادري يعني انتم الله يعزكم ويحيي فدول وجهك، احترامكم على عيني وعلى راسي، بس حتى شنو احنا كنا نطلع حلوين. اوكي شلونك؟ بخير الحمد لله. وانت بالف خير صحه وعافيه طول العمر ان شاء الله. الله يحفظك، يحفظك الاهل ويستر عليك. الله يحفظك. من وين؟ انا من الغزاليه. حلو، وانت من وين؟ انا من الغزاليه سابقا، يعني هسه بالغير، بس سابقا بغير منطقه. ها حلو، وانت هسه وين؟ انا بغداد حي العامل. حياك الله، اساس بعيده بغداد حي العامل، هي بصفنا يعني شمره عصا. كل هلا. انت من وين؟ من بغداد. حياكم الله، نورتوني والله. احكوا لي شو تصيرون من بعض؟ هنا سيد عمر صديقنا واخونا، بس انا وهي مو علاقه يعني من زمان. اصدقاء؟ صديقي يعني. انتوا ثلاثتكم اصدقاء بس انتوا قديمين وانت جديد. لا سيد عمر مو جديد، همين اخويا صار لي تقريبا 5 سنين اعرفه، بس ما شاء الله صار لي هوايه. اصدقاء طفوله انت وهي مو؟ لا تقريبا صار لي بال8 سنوات اعرفه. ما شاء الله، الله يستر عليكم ان شاء الله. احكوا لي شنو سويتوا بالعيد؟ والله انا حاليا لحد الان كلش ما مسوي. خلاص العيد ما تلحق. ما حتى دوم بعد ما على العيد الكبير ما ضل شيء. مع شهرين وعشرة أيام وشتري فد مرة. لا إن شاء الله. انطيت عيدية لو أخذت عيدية؟ أنا أنطي ما أخذ. راح أحبكي، راح أحبكي وأنت عيني. هو اللي يعبر 40 سنة يعطي هدية بعد هاي عيدية. أكبر من أكثر من 40. أنا الحمد لله وشكر 42 سنة. شاقة. أي والله. اللهم صلي على محمد وآل محمد. باكر أموت. اسم الله اسم الله، عمرك طويل إن شاء الله. أول مرة التقي بشخص مبين شكله أصغر من عمره. قضيت سنة كاملة التقي ب 2011 وهم هيك، 2015 وهم هيك. يعني أهنيك ما شاء الله، من بين عليك الله يحفظك إن شاء الله ويستر عليك. يرحم والديك الله يحفظك. الله يسلمك. انطيت عيدية؟ والله العيدية أول شيء الأم هي الدرجة الأولى. يعني حتى إذا تقولي لها تقولي كل عام وأنت بخير، هاي أجمل هدية عندها. أمي دزت لي رسالة، شوف ماما، شوف دول عيونك عطاري أمي. الله يحفظها. الله دول عيونك ويحفظ لكم الوالدة. بعد لما انطيت عيدية؟ الجهال. عندك أولاد؟ والله أنا حاليا ما عندي. ما عندك أولاد؟ الحمد لله ما عندك أولاد. الحمد لله مرتاح. ما تحب الأولاد؟ لا طبعا، لا طبعا اكيد هم يعني الاطفال، بس هي رزق من يوم الحمد لله. الله يرزقك ويعافيك ان شاء الله. رب العالمين منطينا كل شيء على القدر، فالحمد لله والشكر على كل النصيب اللي نحصله منك. الحمد لله. وانا اسفه يعني على لا بالعكس. فدوى لعيونك الله يسلمك. شلونك انت من جديد؟ والله الحمد لله. احكي لي شو عايفنا؟ والله غير انا حاطين وحدي. صوتي يموت. عده صوتي يموت. اقول ليش ساكت ويجي ما يقول لي؟ هي مو صوتها حلو. صوتك حلو؟ زين. نص ونص. نص ونص؟ سمعني النص ونص، انا راضي اسمع نص ونص. بداية شعر. شعر لو تحب تسمع شعر، تعال شوي. انت تكتب لو تسمع. لا اسمع. تسمع يلا تسمعني شعر بعدين تغني لي. اكو ذي تقول ها وين صحت حيل يوم المشو. زين. ها وين تعالي اللي خذيت الروح. ها وين اصبحت هيل وطحت ما بين. ها وين العطر للغير والدقات بيه. جنن. يلا سمعني صار. اف اقول له مصيبة الدنيا من الدور، ولك ديلاب الهوى وناعور، شا سوي الحظ ما قاعد سحر مدفون وصق بأمور، ولك شا سوي شا سوي الحظ ما قاعد سحر مدفون وسط قبور، اسوي الزين تالي الزين ما حد قال لي مشكور، كنت انطي اهتمام الناس خلوني احترق كان عود مال بخور. صح لسانك. والله هذا لسانك يحفظك ان شاء الله. انتم هم تحبون الشعر؟ انا ذواب. انا اكتب. أنا شاعر. سيد عمر سالم راس إن شاء الله. مسوي شاعر ومهوان بموسيقى. شرف تسمعني شعر واسمع صوتك. لا أنا بس شاعر يعني صوت ما. لا أسمع شعر. أقول خلص قلب بعد بجفاك ما يهم، كسر بطيور يوم النشف ميهم، عفتني وقمتلم بعضاي، السما مدر الأرض جواي، الونين البية كشختناي،
الضعف ما خلى بي فياي، من صدر انقطع مكفاي، الله وياك مدرو ياي ميهين، المهم خبزه وهو الله وحيل بي، وسديت القلب والعشق رديته. سديت القلب والعشق رديته. واللي يقول له احبك حكي مليته. أوكي. طبع القفل ما يرهم لك المفتاح، وانا المفتاح خايب بيدي ضميت. سلام. الله، وانا المفتاح خايب بيدي ضميت. الله يحفظك. شنو الابداع؟ الله يسلمك. شنو هالجمال هذا؟ شنو هالنخبه هاي؟ حضوركم الله شاهد. الله يسلمك. تتخبلون الله يستر عليكم ان شاء الله. انت الفقير والله فلوجه يعني كلش نحبها للامانه. مو مجامله والله العظيم. الله يحفظك. ولا عيونك. حضرتك تحب الشعر؟ انا راح اقرا لي شيء صغير. اني طماعه صار لي هواي ما سامع شعر. انا هم مال زخه الدنيا مطر مصور عليه وكلش احبه. زين تعال شوف لو انت تجوني خطيه خلي نروح على جيرانكم. صح. اوكي يلا انت بحي العامل بعيده لازم تجي يمنا لان الغزال يقرا. فددنا احنا يمك. صح. يلا سمع. يقول حسستني ما لقيمه من انتظرتك. الناس تركض بالمحطة وتحضن الناس اللي اجوها وانت محتار بجنتك. الله الله. يقول بهيج موقف لو اخوي اقدر اكره، بس جوان وما كرهتك وانت حقك تستغن. انا لو شايل عيونك شاطرتك. عزي جنن. اجاوبه؟ يلا. مدري ايش مات بي وقمت ما اشتاق. مدري ايش مات بي وقمت ما اشتاق. عمر تانيتك ومليتك بسرعة، من شفت على عينك لون غير عيون، غزلت جفوني منك ب 12 دمعة. الله عليك. الله عليك. الله يسلمك. شكرا. انا ابي على شغله، انا وهلت كلش تحبك ذاك يوم انت بالغزالية واللقاء انت ورايح قعدتني ثاني يوم قال لي يمه ست فاطمة بالغزالية تقول ود. قلت يمه الكادر نايم الدنيا. والله العلي العظيم عمري خاله فدوه وجيت يوم. الله يسلمك. تعالوا يمي تحياتنا لك يمه حمزة. سمعت حلقة الغزالية طالعة الوالدة قالت لباكر ثاني يوم توديني للمكان اللي مصورة به فاطمة والكادر. حتى الكادر نايم. والله العلي العظيم. الله يحفظها لك ويحفظ لكم كل شخص انتم تحبوه. خلاص نجيكم مرة ثانية بس تطلبوني اسوي اعلان على الانستغرام، يعني انزل ستوري اقول اني جاية حتى خاله تشوف. كل الهلا بيكم. كل الهلا لا بيكم انتم. شكرا وكلش ممنونه على هالجو الشعر اللي عايشتونا اياه. والله احنا الضيافه. شكرا على الضيافه. ها حمزه ما يقبل يقول الا تسال يوم سؤال صعب. صعب لو سهل بعاني ازوي لحمزه صعب لا سهل تعودت عليه. نقدر نعرفه نجاوب. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين؟ زين احنا راح نضل كل من عايش بالكرخ وبالرصافه لو شلون؟ نلتم بساحه عدن؟ يلا اوكي؟ متراضين؟ بدول وجهك انا جدا ها هسه احنا تمام. انا جدا يعني كلش اقدر احترامكم الي واكثر من مره اصادف هذا الموقف ودائما تذكروا لي انه انتم ما تتقربون لان احترامكم. أيوة. لاني هذا الشيء اقدره على عيني وعلى راسي. هذا الشيء لازم. بس تعرف شنو فدوى لوجهك الله يسامحك. احنا عندنا كادر وحمزه اذا ما طلع كادر شو يسوي بيه؟ ما يطلعني منه انا اذا ما يطلع كادر حدا. فدوى لعيونك. هسه شنو نسوي؟ نعطيكم مثل. نعم. وانتم تكملون المثل. أي. من الشاطر راح يكمل المثل والكل يحصل هدية. يصير نغش عندنا نت. لا ما يصير. تليفوناتكم سلموها لحمزة. لا اكو ثقة. لا ان شاء الله. لا. يلا اعطيكم اصعب مثل. يقول من تطعم العين. لا اعطيتك الحل. هذا المثل هذا طيب. اي والله ليش يقولوا المثل من تطعم الحلق تستحي العين. راح انطيتك العين اني وراح الطعام. سالم عيونك. الله يسلمك. نغير المثل. اوكي يلا. والله اشوف لكم واحد صعب. لا كافي. شنو هاي؟ لا ما تقدر تغش. والله كل هذني سهلات. اوكي اكو مثل يقول الماء يلوح العنب. يقول حامض. يقول عن العنب حامض. زين اكو مثل يقول هم نزل وهم يدبج على السطح. اوكي اكو مثل يقول تهدر الجدر لقى قبه. عمي انا المشاطره انا ما اعرف بالامثال. يعزك. شكرا انا ممنونه منك. يعزك الله. كلش نورتوني وتشرفت بيكم فدوى العينك. هذه هدية لحضرتك من ايدل اوف يو. انت وزعهم انت بعد كريم وهم ما يستاهلون. ربي يحفظكم ويحفظ كادر الفلوجة. شكرا. المصورين حضرتك. شكرا. كل عام ان شاء الله انتم بالف خير والشعب العراقي بالف خير. يا رب تدوم الفرحة علينا وعلى امة محمد. رحم الله والديك.
شكرا مقدم. شلون دعوه حلوه هاي؟ شنو شلون دعوه حلوه هاي؟ وهذه هديه مقدمه من شركه اوسكار لتجاره الاخشاب واكسسوار المطابخ، يا اما جهاز كهربائي في الدول عيونك، يا اما يكون اكسسوار للمطبخ. رحم الله والديك. سلم لي على الوالده الله عليك. يسلمك. كلش. فهاي الحلقه وتقول فاطمه كلش والله العظيم اقول لك، يعني تخيلي انا نايم قاعد ثاني يوم، قالت البارحه فاطمه قيد. وديها بلكت موجوده. مو جيت للسوق مال الغزاليه؟ قلت لها يما هيك شيء اكو سوق. قلت لها يما الكادر نايم من البارحه والسحره. خلصت الحلقه. الحلقه خلصت ونعرضها. صعدت ترند. والله العظيم. صعدتنا. تقول لهم شو غبني. الله يحفظك. اذا خبرت تجي. الله يحفظك. الله يعزك رحم الله. مع السلامه. نشوفكم بخير. سالمين ان شاء الله. الله يسلمك. مع السلامه. الله يسلمك. كنا الشرف. مع السلامه. مع السلامه. الله يحفظك. الف هلا.